السلام عليكم. معكم صلاح الدين المغربي، تاجر من تجار إفريقيا في الخضر والفواكه، وعضو في الجمعية لمصدري جميع أنواع الخضر والفواكه. عندنا حاليا مشكل ديال الخضر والفواكه اللي بغى يتحبسوا. عندنا بالنسبة للخضر اللي بغى تحبس بومبوطير، بطاطا والبصل، هادو حبسوهم، وحاليا بغاو يحبسوا طوماطشاية. دابا بالنسبة لنا حنا كتجار، ما خصش هاد المواد تحبس أصلا، هي كاينة في السوق المغربية، يعني راه ما خصهاش تحبس. علاش؟ حيت حنا كتجار مغاربة فاتحين علاقات مع هاد الناس في الدول، وكنشتغلوا معاهم وكنجيبوا لهم السلعة وكنعطوهم يعني السلعة بالدين بالكريدي. يعني حنا لما جاتناش هاد السلعة، حنا الدين اللي طالسين هون في المرصة واللي مطلوق عندنا هنا ما غنشدوا فيه حتى شي حاجة. وهذا كيتسمى يعني دمار للتجار المغاربة كلهم، ودمار العلاقات اللي شحال وحنا كنبنيو فيها مع الدول. حنا دابا شحال وحنا كنفتحوا في اسواق جديدة بالمباركة ديال سيدنا محمد السادس، وحنا يعني بغينا نديروا علاقات مع هاد الناس، وبغينا اصلا يعني نمشيو معاهم بعيد. ملي نحبسوا هاد المواد ما بقاش تجي، يعني حنا راه هادشي السمعه اللي بنينا هاد الاعوام كلها غتضرب في الزيرو وغادي تمشي. الخضره هاد العام في المغرب ناقصه من المطر وناقصه من البروديه، وهذاك الشيء اللي كان هاد العيمان الفايتين مو خارج هاد العام. هاد العام ناقص الدبش بزاف من المغرب، من السحاب ومن البرد، والحمد لله كنتمناو عند الله تبارك وتعالى يجيب السحاب يكون الخيرات كما كانوا في الاولين. ما هاد العام ناقص الخضره بزاف في المغرب. بالنسبه من البصله وكوبيتير والطوماطه ناقصين واعرين بزاف هاد العام، والحمد لله كنتمنى عند الله تبارك وتعالى يجي السحاب. الطوماطه في المغرب دروك طايحه هون ب 450 وقيه باش طايحه هون. الطوماطه كوبيتير طايحه نفس الشكل، هادي لا في المغرب مو هادي لا مازال في المغرب 450. ما فات كاع، ما فيه لا فيه الترونسبور، ما فيه مازال اجراءات، ما فيه هادي لا مازال في المغرب. عندك الطوماطه وكوبيتير والبصله 450 شهور ماروك، ما فات لحقات لا في النقل، على حساب المرصى على حساب السوق. الخضره ما فيها تكرد الا اللي عطاك السوق غادي تشوف فيه. العام ناقص الدبش في المغرب، يا ناقص تقريبا قد نقول لك ناقص 50%، مو 50% ناقص فيها. خالقه شي من نوع من الطوماطه حابسه البروديه، خالقه كوبيتر والبصله ناقصين، بدات البدايات ديال الانتاج ناقص. وكنتمنى عند الله تبارك وتعالى يجي السحاب يكون خير ان شاء الله بحول الله. خضره واعره كانت هوينه وعات واعره، الاسعار طالعه، كان بافرو كيلو يشرب 400 500 عاد 700 750، السوبر ما كانت تشرب 200 عاد تقول 250 و 300 كيما تا مالي كاروت. سمعت في الايام الغايه محاله الاسعار طالعه، لا كل 4 ولا 5 ما فات طاحت، مازالت لا طالعه لفوق، مازالت لا طالعه، ما فات قال شي مازال لا طالعه. لا لاباس، لا لاباس. نقولوا نحن ما مانكي، نقولوا التجار عندهم مانكي، تاعك خبر في التجار من نحن.